مكملين معكم في أخبار سيدتي. أيضا حذرت هيئة العامة للغذاء والدواء من منتج تجميلي يحمل اسم كريم أغادير المغربي لتفتيح البشرة، يعني هذا كله اسمه، لاحتوائه على نسبة عالية من الزئبق تجاوزت الحد المسموح فيه. طبعا هذا هو المنتج، أتمنى يا الله يعني لا يعني يا جماعة من جد إلى الآن في ناس بتستخدم دي الأشياء ما في وعي يعني. لا مش قصة بتكون محطوطة، هو حتى لو عبير الناس بيثقوا يعني، له منتج طبي، له من شركة عالمية يعني كيف أي أحد يستخدم أي حاجة؟ نحن هنعرف كمان يعني أضرار ومخاطر هذا الكريم أو أي منتج ممكن أن يحتوي على نسب عالية من أي معدن آخر. معنا أكيد عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن السلطان، المدير التنفيذي للتوعية والإعلام بهيئة الغذاء والدواء. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الرحمن. اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم على المشاهدات الكريمات. مساء النور دكتور عبد الرحمن. بدايه يعني هو المنتج تم ايقافه في الاسواق بسبب احتوائه على نسبه عاليه من الزئبق الغير مسموح فيها، لو تقدر اول حاجه تفسر لنا ايش هي النسبه المسموحه من الزئبق في اي منتج سواء كان تجميلي او غيره، وزيادته كيف تكون مضره على البشر او للانسان بشكل عام؟ طبعا هذا المنتج رفض مفتشو الهيئة في بعض الأسواق المحلية، وهذا منتج لم يسجل أصلا، يعني لم يدرج منتج في نظام المنتجات التجميل، وكذلك المصنع كذلك، معناه أن المنتج منتج بشكل غير نظامي، وللأسف يتم استخدام مادة الزئبق لتعطي نتائج في تبييض البشرة، مع العلم أن يعني الحدود العليا القصوى هي حدود قليلة جدا ولا نسمح بذلك، لأنه تعرفي الآن الزئبق له تأثيرات كبيرة جدا على جسم الإنسان وبالذات على الجهاز العصبي وعلى الكلية. يعني مش بس عليه أضرار على البشرة يا دكتور عبد الرحمن، كمان ممكن يأثر على الأعضاء الداخلية. هذا من باب أولى، لكن التأثير الأسوأ حقيقة لوجود مثل هذا المنتج اللي احنا ما نسمح فيه، أنه الزئبق يعني يأثر اللي يسمونه التناذر اللي خدر في اليدين والقدمين، لأنه يصير في مشكلة في الجهاز العصبي، يفقد الإنسان الذوق والشم وتضيق يعني اللي مجال الرؤية، حتى يكون للأسف في صعوبة بالسمع والنطق. التأثيرات السيئة الأخرى كذلك على الكليتين حقيقة أنه يؤدي إلى التسمم، يعني وقد يؤدي إلى يعني وجود كميات كبيرة من البروتين والدم في البول، ويعني وتناقص إفراز البول، بالنتيجة يكون لدينا فشل كلوي حاد. التأثير الثالث للزئبق وجوده في مثل هذه المنتجات هو على الجهاز القلبي حقيقة. وهنا أنا ندعو بشكل مباشر أنه التوقف عن استخدام مثل هذه المنتجات اللي ذكرتها في البداية، أنه إحنا لا نزال نستغرب استخدام منتجات غير مسجلة أو مدرجة في الهيئة العامة للغذاء. يعني الأمر بسيط جدا، إحنا لدينا تطبيق إلكتروني، إذا الإنسان أو المهتمة شكت في هذا المنتج دخل اسم المنتج او الباركود اللي عليه، معناه انه مسجل او غير مسجل، فبهذه الطريقه تضمن انه على الاقل تستخدم منتج غير ضار، يعني مأساه مزعجه حقيقه ان الانسان يبغى يعني يحسن من جسمه وبالتالي يدخل في مشاكل عضويه قد تؤثر عليه. واليوم احنا نسقنا في هذا المنتج انه نسحبه من الاسواق المحليه مع الاخوان في وزاره التجاره ووزارة الشؤون البلدية والقروية، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين الذين يقومون ببيع هذا المنتج اللي هو أصلا غير مسجل. كيف ضبطتوا هذا المنتج دكتور عبد الرحمن؟ هل صارت حالات تسمم؟ جاكم بلاغ من المستشفيات إنه صار حالات تسمم بسبب هذا الكريم؟ لا، هو الآن عندنا احنا جولات للمفتشين يقومون بزيارة الصيدليات، محلات العطارة، الأماكن اللي قد تقوم ببيع مثل هذه المنتجات، وتم رصد هذا المنتج وتحريزه والقيام بتحليله. بعد ما تم تحليله وجد أنه في كمية تتجاوز الحدود المسموح فيها من مادة الزئبق، ولهذا الأساس قمنا بإصدار هذا التحذير. احنا سحبنا الكميات، ولكن قد يكون في مكان ما موجود هذا المنتج، لذلك احنا نحذر من استخدامه، يجب التوقف تماما من استخدام هذا المنتج والتخلص من العبوات الموجودة. ثم نؤكد دوما أنه لابد التأكد من مصادر ليشتري منها مثل هذه المنتجات. طب كيف للمستهلك أن يعرف مصدر المنتج إذا كان موثوق أم لا، خصوصا أنه بعض هذه المنتجات تباع في محلات شعبية يعني غير معروفة المصدر؟
يعني هذه أول نقطة، أنه مثلا محلات العطارة يعني لا يجب أن يشتري منها الإنسان مثل هذه المنتجات. محلات العطارة هي تقوم ببيع الأعشاب بحالتها الطبيعية، يعني زي المرة والرشاد وكذا. أما وجود منتجات على شكل صيدلي هذا ليس مكانها الصحيح، يجب أن تباع في الصيدلية. صحيح. اثنين، أنه المنتج يكون احنا بس عندنا تطبيق إلكتروني بك نهتم بداخل اسم المنتج، يظهر له مباشرة هل هو مدرج أم لا، يعني عملية سهلة وبسيطة. قلنا مثل ما ذكرت أنه في بداية اللقاء أنه من الأسماء العالمية أو البراندات المشهورة غالبا هذه تحافظ على اسمها وتهتم بالالتزام بالأنظمة، سواء من ناحية التسجيل أو المواد اللي داخلة في هذه المنتجات. للأسف بعض المرات السعر الرخيص قد يكون مغري للبعض، بينما يعني قد يخسر الكثير لأنه دفع القليل في البداية. صحيح. طيب سؤالي لك دكتور عبد الرحمن، المنتج هذا سعودي ولا مستورد من الخارج؟ مغربي. حتى الآن تجري نجري عملية التحقيق، لأنه لا يوجد عليه اسم بلد مصنع ولا رقم تشغيله، موجود بس اسم المصنع بدون بلد الصنع وبدون رقم التشغيلة. الإجراءات حاليا تجري لمعرفة المصدر من وين وصل هذا المنتج للسوق. يعني أنا سؤالي إنه مثلا إذا كان مصنع هنا أو يعني في السعودية، فين بتتوفر الخامات أو المكونات اللي هي زي الزئبق السام، بحيث إن هي تكون في متوفر أو متوفرة في يد الجميع، بحيث إنهم هم يصنعوا الكريمات اللي تضر البشرة بهذه الطريقة؟ للأسف إنه ضعاف النفوس موجودين في كل مجتمع ولديهم وسائل لتهريب مثل هذه المنتجات وإيصالها لهؤلاء الآخرين. لذلك إحنا جزء من دورنا كذلك الإشراف على المنافذ ومنع دخول مثل هذه المواد الكيميائية الضارة، لكن قد تدخل بطريقة أو أخرى عن طريق التهريب من هؤلاء من ضعاف النفوس أو غيرهم. فاليوم دورنا هو ملاحقتهم سواء عن طريق المصنعين بطريقة نظامية أو الذين يقوم بإدخالها بطريقة غير نظامية عن طريق منافذ الحدودية. دكتور عبد الرحمن السلطان، المدير التنفيذي للتوعية والإعلام بهيئة الغذاء والدواء، شكرا لمداخلتك معنا. خلونا، عندكم تعليق؟ يعني اعتقد انا منتجات زي هذه اللي الغريب انها تتباع في اماكن كبيره كمان، يعني بتروح السوبر ماركت بتلاقي هذه الصوابين، خصوصا الكريمات، كريمات التفتيح يعني. ف انا يعني من اسمه توقعته مغربي، ترى ممكن هنا الخديعة انه يكون انه نصب انه اوه هذا المغربي، ومعروف انه الصوابين المغربيه وتفتيح البشره، فيكتبوا اسم تجاري اي كلام، ويكون هو مصنع هنا اي واحد جماعه كده سواه. بالضبط. بس هي الفكره ريم، انا اللي استغرب منه، احنا يعني كل ما لنا بنوعى، كل ما لنا تفكيرنا بيتفتح وبنكون منفتحين. انت كيف تثق انك انت تاخدي كريم للبشره وللوجه وتغامري بوجهك وبجمال بشرتك وبجمال وجهك وتحطي كريم اي كريم، حتى يعني اذا اوريدي الكريمات اللي تكون موجوده في الصيدليه ومترخصه لازم يكون عندك روشته من دكتور يصرف لك هي عشان تقدر تستخدميها. ما هو الناس بتقول طيب اكيد موجود في صيدليه، اكيد موجود في سوبر ماركت كبير، معناته انه ما يحطوه يعني، عرفتي اذا في ضرر، اذا هيضر ما راح يحطوه في المحل اللي بيبيعه. فين انت، فين تفكيرك، فين عقلك، فين التعليم والدراسه اللي انت درستيه عشان تروحي تغامري وتحطي كريم كله زئبق في وجهك؟ زئبق يعني الزئبق يستخدم في تحنيط الفراعنه زمان، يعني ما ادري يعني فين جايب الزئبق انت. هيئه الغذاء والدواء انهم دائما من جد شكرا لهم الحمله التفتيشيه التي اقيمت صراحه، ومو بس كذا انهم حتى لما بيمسكوا منتج او شيء بيعلنوه على وكاله الانباء السعوديه. نعم. بينزل رسمي.